الست بتبقى صبغة شعرها لون مختلف ولابسة فستان جديد ومجهزة السفرة وطايرة من الفرح، متخيلة يا عيني ان سيد الرجالة هيدخل عليها يعيط من فرحة ويقول شعر في اللي عملته علشانه. وعمنا ده بيدخل البيت عينه ما تجيش اللي على البطة اللي في نص السفرة، طبعا ده شيء محبط جدا بالنسبة لها، وتقوم خناقة وانت ما بتحبنيش وتقلب بغم وهو غلبان وعلى الله حكايته ومش فاهم فيه ايه. وعشان تفسير الموقف ده بالاخص قعد الكاتب ألان بيز وزوجته باربرا 30 سنة بيبحثوا في الاختلافات بين الرجل والمرأة، وجمعوا أكتر أسئلة طرحها جماهير من مختلف أنحاء العالم، والنقاط اللي وصلوا ليها جمعوها في كتاب اسمه لماذا يكذب الرجل وتبكي المرأة، وده موضوع حلقتنا النهاردة من برنامج محمود مع حكاية. في الأول عشان نفهم الفرق بين الرجل والست اللي منها طبيعة الراجل وقدرته على تحمل المسؤولية، هنرجع ورا شوية كده. وهو طفل اتربى ازاي؟ كان اهله بيدفعوه انه يكون خشن وما يعيطش، ده غير كمان افلام الكرتون اللي مالت دماغه عن باتمان وطرزان اللي كانوا بيعتمدوا على نفسهم وما بينسحبوش عند مواجهة المشاكل لكن بيسعوا لحلها. طب والست في نفس الافلام دي بقى ليدي كانت دايما هي مصدر المتاعب للراجل، طرزان مثلا كان طول الفيلم شايل جين وبيتنطط بيها فوق الاشجار عشان يبعدها عن المشاكل. الرجل الاول البدائي كان صياد، عشان نفهم طريقه عمل مخه فالصياد عنده قدره على اصابه الهدف المتحرك بدقه اللي ترجمتها عند الانسان الحديث تحديد المشكله وحلها، وبيفتخر جدا ويتباهى بنفسه لما يخلص الموضوع لوحده بدون مساعده من حد. فلو وقع في مشكله مش هيطلب منك حل ليها، ليه؟ لان ده معناه انه عاجز عن حلها واعتراف بفشله، وده بيفسر ليه الراجل مش بيتقبل النصيحه منك، ولو نصحتيه هيرفض ويعتبرها اهانه في رجولته وانك مش واثقه فيه، انما لو صاحبه هو اللي نصحه هيتقبل عادي. واحده من الجماهير سالت ألان وباربرا ليه الراجل غاوي يمسك الريموت ويقلب فيه بين القنوات كتير بلا هدف، وكان ردهم ان احنا مش اتفقنا ان الرجل الاول كان صياد؟ الصياد ده كان بيعمل ايه لما يخلص صيد ويرجع بالاكل لمراته؟ كان بيقعد قدام النار باصص عليها وسرحان لفترة طويلة، هي دي طريقته في التخلص من التوتر وإعادة شحن طاقته من جديد لليوم التاني. الرجل الحديث بيمارس نفس التقليد، بيقعد ساكت وسرحان قدام الجرنان أو التلفزيون، هو كده بيصفي ذهنه وبيشحن طاقته من جديد. الكتاب هنا قال تفصيلة مهمة عايزين نفهمها مع بعض، الست في العموم بتعبر عن اللي جواها بخطاب غير مباشر وبتقدر تتنقل بين 5 نبرات صوت مختلفة، فهي بتلمح وتلف حوالين اللي هي عايزاه ومش بتقوله بوضوح، دي طريقتها في تجنب المواجهة. الستات بيستخدموا الطريقة دي مع بعض وبتنجح، وده لأن عندهم حساسية تجاه فهم المعنى المستخبي. لكن المصيبة بقى لما يستخدموا الطريقة دي مع الرجالة، تسيب موضوع وتدخل في غيره وترجع للأولاني بعدين تقول حاجة تالتة خالص، كل ده والراجل يا عيني سرحان في أول نقطة هي قالتها وعمال يهز في راسه، إنما طريقة الراجل مباشرة بتبني على حقائق ونتائج ما بيفهمش غيرها. ووضح كمان ألان بيز ان قدرات مخ الانثى عند الخريطه المكانيه وحساب الارقام والابعاد بعافيه شويه، الخلايا المسؤوله عن القدرات دي في مخ الراجل نشطه اكتر من الانثى، وده بيفسر ليه الست بتلاقي صعوبه في ركن عربيتها وتلاقيها خدت وقت كبير ومحاولات كتير، واصلا المكان بيكون واسع. مش معنى ده ان الراجل متفوق على الست في العموم، لا، ده مخها مبرمج على القيام باكتر من عمل في وقت واحد، تلاقيها بتشرب من نسكافيه وهي شايله البيبي وفاتحه سبيكر الموبايل، بتتكلم مع حد وتقلب الاكل على البوتاجاز. اما الرجاله مبرمجين على اداء مهمه واحده بينتقل من الى، تفكيره متتبع، بيخلص موضوع يدخل في اللي بعده، وده بيفسر ليه الراجل هو سايق عربيته مثلا ويوصل لمفترق طرق بيقفل كاسه العربيه، مال ده بده؟ وعن الفكره دي قال دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه ان تفكير المراه حلزوني او دائري، بتتنقل بين المواضيع بكل سهولة، لكن تفكير الراجل متتابع أو تسلسلي. ومن أهم أسباب المشاكل بين الزوجين إن الست بتقول كلام كتير لكن الراجل بيفتكر منه كلمات بسيطة بس، مثلا هي قالت ما تسيبش هدومك على الأنتريه، والأرض ما بنرميش عليها الفوطة المبلولة، والواد تعبان مش هنوديله الدكتور، والحمام نضيف ما تشربش فيه سجاير، واقفل الغطا لما تخلص، وبعدين انا مش عارفه انام، ده النجار اللي تحت طول اليوم رزع ودق خلاص وداني مش مستحمله. طب هو سمع ايه من الكلام ده؟ ما ترميش الفوطه على الدكتور وداني مش نظيفه عشان النجار بيشرب سجاير في الانتريه. وده واحد حكى موقف حصل معاه ومستغرب قوي، بيقول مراتي قالت لي عايزه اتكلم معاك وحكيت لي مشكله عندها في الشغل، وانا في ثانيه وبكل سهوله كده حلتها لها، مره واحده لقيتها زعلت جدا وقالت لي انت مش همك مشاعري وسابتني وخرجت من الاوضه، مجنونه دي ولا ايه؟ حسب كتاب لماذا يكذب الرجل وتبكي المراه ان الكلام عند الست هدف في ذاته، بيحسسها انها احسن وموجوده
وقادرة انها تدير علاقات ناجحة مع اللي حواليها. فلو مش بتحبك مش هتتكلم معاك اصلا، فلما تتكلم هي عن مشكلة وانت تيجي تقاطعها عشان تمارس دورك كراجل عبقري ومحنك وتقدم حلول، ده معناه عندها انك مش عايز تتكلم معاها اصلا، فتزعل اكتر. النقطه دي بتفسر ليه الست لما تغضب منك بتقول لك مش هتكلم معاك تاني، فهي بتعتبر الكلام الكتير معاك حب وثقه فيك، فلو عايزه تعاقبك هتسكت ومش تتكلم معاك. طبعا ده شيء جميل عند بعض الرجاله، فانت اهتم بالكلام وتعاطف واظهر تاثرك بيه. مش مهم مضمون الكلام ايه على قد اهميه مشاركه المشاعر نفسها اللي بتحس بيها. واختم باجابه سؤال ليه جوزي بيسيبني وبيلعب بلاي ستيشن او ينزل قهوه مع اصحابه كتير. هنا الكتاب حاول يوضح النقطه دي وقال ان الراجل من طبيعته ما بيحبش التوتر والضغط، فلو قابلته مشكله هيحاول يحلها او هيتجنبها خالص ويحاول ينساها، يلعب بقى بلاي ستيشن ولا ينزل قهوه ولا يقعد يسكرول في الموبايل. انما الست عندها قابليه رهيبه للتعامل مع التوتر، بتعيش داخل المشكلة، هتتكلم عنها معاك ومع أختها ومامتها وصاحبتها. ودي صورة بتوضح خلايا المخ اللي بتنشط عند الكلام واستعمال اللغة ما بين الراجل والست. وفي دراسة بتقول إن البنات عندهم 30% زيادة عن الولد من نوع بروتين معين بيعتقد إنه مهم لاكتساب اللغات. فالستات بتتكلم بمتوسط 20,000 كلمة في اليوم والرجالة 7,000 بس. وبكده خلصنا حلقة اليوم من برنامج محمود مع حكاية. معادنا إن شاء الله الأسبوع الجاي وحكاية جديدة.